السلام عليكم أولمرت. لا توجد فرصة لتحقيق نصر كامل أو تدمير شامل لجميع مقاتلي حماس. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت بين المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت يوم الأحد إنه لا توجد فرصة لتحقيق نصر كامل وتدمير شامل لجميع مقاتلي حركة حماس. ونقلت إذاعة ريشت بيت التابعة لهيئة البث الإسرائيلية مساء يوم الأحد عن أولمرت أنه في حال أرادت إسرائيل إعادة المحتجزين بسلام فيجب على بلاده وقف القتال في قطاع غزة. يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الملايين من الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع لمنع حكومة بنيامين نتنياهو من تدمير إسرائيل قبل فوات الأوان على حد تعبيره. ونقلت وسائل إعلام غربية عن أولمرت مقالا بعنوان يجب على الإسرائيليين أن ينزلوا إلى الشوارع لإبعاد الجيش الإسرائيلي عن رفح، رأى فيه أن الحرب التي تدور حاليا جويا وبريا وتحت الأرض في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر يمكن أن يستخلص منها، أن الجزء الأكبر من القوى العسكرية لحماس قد تم تفكيكه. ويرى أولمرت أن حماس أصبحت بالكاد تمتلك صواريخ أو منصات لإطلاق أو شن ضربات، وأنها لم تعد قادرة على تشغيل ما تبقى من تلك الترسانة إلى جانب مقتل عدد كبير من مقاتليها وقادة حماس. لكنه لفت إلى الوقت ذاته إلى أن القادة الذين لا يزالون على قيد الحياة وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف سيكلفان إسرائيل ثمنا باهظا للوصول إليهما. وأضاف أولمرت أنه الهدف الذي لم يحقق حتى الآن هو تحرير الرهائن، لأنه هدف لم يكن في محور اهتمامات نتنياهو منذ البداية وهو ما أجهض حسب ما يقال. محاولات وساطة كثيرة لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن كافة. وكانت حماس قد أعلنت في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 بدء عملية طوفان الأقصى، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على الاحتلال الإسرائيلي واقتحمت بلدات فلسطين المحتلة متخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.